بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس. بالنسبة للأسئلة اللي تخص السوينج الأرجوحة دائما طالبوني بها، راح أعطيكم أسئلة محددة، إذا جاوبتوها كليتها وضبطتوها راح تجاوبون الوزارة كليتها إن شاء الله. تابعوا وياي. أول سؤال، What is the swing؟ ما هي الأرجوحة؟ إذا نشوف شنو الجواب مال السؤال الأول. ها؟ الجواب راح يكون It is the best short stories about the war. هي من أفضل القصص القصيرة عن الحرب. طبعا أريدكم تسجلون كل سؤال بورقة حتى تعودون عليه وكتابته وطريقة حفظها إن شاء الله. تمام؟ تابعوا وياي. السؤال الثاني، When does محمد خضير write the swing؟ يعني متى كتب محمد خضير الأرجوحة؟ لأنه الوين تشير على الزمان. أنتم خلوا كل سؤال عندكم دليل به. شو وقت كتبها؟ ها؟ طبعا مثل ما تشوفون الجواب هنا after the summer 1967 war against Israel، يعني بعد حرب صيف 1967 ضد إسرائيل. هاي طبعا صارت الحرب بين العرب وإسرائيل. ونقدر نقول جواب آخر after the war 1967 between Arab and Israel، يعني بعد الحرب 1967 بين العرب وإسرائيل. كيفكم ياها الجواب الأسهل الأول أفضل طبعا. ونجي على السؤال الثالث اللي هو How old was خضير when he wrote the swing؟ يعني شقد عمر محمد خضير لما كتب القصة؟ طبعا كنا نعرف انه عمره كان 25 سنة، حسبوها ولادة 1942 وكتبها 67. هي طبعا بعد حرب 67 بس تحديدا هي سنة 67، اذا 25 سنة، اذا 25 years old. تمام. نجي على السؤال الرابع، يقول محمد خضير found it is easy or difficult to control on his personal feeling. كلش مهم انه نفهم القصة فهم واسئلتها. هنا يقول هنا محمد خضير وجد انه من الصعب لو من السهل دائما يجيبوها اختيارات to control on his personal feelings، ان يسيطر على مشاعره الشخصية. طبعا كان صعب علي انه بعمر 25 سنة ان اسيطر على مشاعر شخصية متدفقة داخل شاب في ذلك الوقت. فانتبهوا هنا، هو كان صعب انه يسيطر على نحفظ الكنترول on his personal feeling. شلون كانت difficult؟ اذا difficult. السؤال الخامس طبعا هنا نجي عليه، how was the experience of خضير in politics and war؟ كيف كانت خبرة محمد خضير في السياسة والحرب؟ خلوا experience جوها خط، يعني ركزوا عليها حتى تعتبر دليل لكم بالجواب. اذا شلون كانت الاكسبيرينس مال محمد خضير؟ طبعا هو كانت الخبره مالته كرود اكسبيرينس، يعني خبره بسيطه. ممكن نعوضها اذا نسيتها اقول سمبل اكسبيرينس. وممكن يجي السؤال بالعكس، انتبهوا على كلمه بوليتكس اند وور، السياسه والحرب. هذه يقول لك محمد خضير هاز كرود اكسبيرينس، محمد خضير عنده كرود اكسبيرينس بيبن بالسياسه والحرب. يعني لازم نفهم السؤال فهم مو نحفظ حفظ. تابعوا وياي. هنا السؤال السادس وراح نتوقف ليه عنده هنا. شوفوا مرات انا اجيبه فراغ لان هو جاي وزاره فراغ، وانطيكم الملاحظه اللي عليه. محمد خضير واز، كان محمد خضير كانه نقول فراغ of the conditions of story writing. ركزوا لي على هاي المقطع conditions of story writing. conditions يعني شروط كتابه القصه القصيره. شلون كان محمد خضير بشروط كتابه القصه القصيره؟ عنده المام كامل، معرفه ادراك كامل، لو ما عنده شلون يكون الجواب؟ ركزوا وياي. طبعا الجواب راح يكون عنده هو المام كامل او معرفه كامله، نقول fully aware. fully aware هاي الاوير مثل وور بس تخلوا لها اي قدامها. ممكن يجينا السؤال بصيغه اخرى، انتبهوا عليه لما نفهم مو مثل لما نحفظ. وهنا شي يقول لنا مثلا محمد خضير was fully aware of، ونكمل شنو؟ the conditions of story writing. بس نكمل وياها الشكل، وهنا راح نتوقف وان شاء الله اكمل بجزء اخر. تابعوا وياي ان شاء الله.